أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشف خبراء اقتصاديون عن وجود ثلاثة أسباب رئيسة لضياع الأموال العراقية المهربة عبر صفقات الفساد، مؤكدين أن 7 دول مفلسة هي من تستقبل تلك الأموال. وقال الخبراء إن الحديث عن سهولة إعادة الأموال المنهوبة حلم في أغلب فقراتها، لأن تلك الأموال تحولت إلى استثمارات في قطاعات مهمة لدول عربية وأقليمية وأخرى في أوروبا وحتى أمريكا وبأسماء متعددة، وباتت تلك الأموال تصب في نشاطات دول كثيرة. وأشاروا إلى أن إعادة الأموال يصطدم بعدة عقبات، ومنها أن أغلب من هربوا الأموال هم بالأساس يتمتعون بجنسيات الدول التي توجد بها الأموال والاستثمارات. قالت وزارة الزراعة إن انحسار الثروة السمكية جاء نتيجة لتراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات والجفاف وأقبال الناس على الأسماك لوجود تخوف من الحمى النزفية. وأكدت الوزارة أن من الأسباب الأخرى هو تلاعب ضعاف النفوس بالأسعار، فيما اعترفت بوجود مخربين قاموا برمي السم في المصب العام بين محافظتي القادسية وواسط، ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وتشهد الثروة السمكية في العراق عمليات استهداف متكررة أدت إلى نفوق أعداد هائلة منها وسط عجز حكومي عن كشف الجناة. حذرت جمعية حقول الدواجن في كردستان العراق من انهيار قطاع الدواجن في محافظات شمالي العراق. وكشفت الجمعية عن تكبد أصحاب حقول الدواجن خسائر فادحة خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات وتفاقم الأمراض، لافتة إلى أن 700 حقل للدواجن تعرض لخسائر بلغت نحو 17 مليار دينار. رفض القضاء في كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم أربيل بتسليم كامل النفط المنتج في الإقليم لحكومة بغداد. وقال مجلس قضاء كردستان العراق إن المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز الصادر عام 2007، مضيفا أن قانون النفط والغاز لحكومة كردستان العراق سيظل ساري المفعول. وكانت المحكمة الاتحادية اعتبرت الشهر الماضي أن قانونا الذي تبناه برلمان كردستان العراق عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور، رغم ثبوت تمريره بموافقة نور المالكي رئيس الوزراء آنذاك. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن كلفة شحن الغاز المسال الطبيعي بواسطة الناقلات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وذلك على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا الأمر سيشكل ضغوطا جديدة على سوق الغاز الأوروبية في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لزيادة استيراد الغاز المسال عبر الناقلات. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه تقليل اعتماده على الغاز الروسي بمقدار 2/3 بحلول نهاية العام 2022. مشاهدينا، وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.